السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة، معنا اليوم اللاب الخامس من مادة الأنمال فسيولوجي العملي. لابنا هذا اليوم حيتلخص بتو بارت، هو Determination of Blood Groups، تحديد فصائل الدم. البارت الثاني هو Measurement of Blood Pressure أو قياس ضغط الدم. نجي على البارت 1 من مختبرنا هذا اليوم، Determination of Blood Groups أو تحديد فصائل الدم. ناخذ في الباك جراوند عن الموضوع. At the beginning of the 20th century, an Australian scientist, Carl Landsteiner, noted that the RBCs of some individuals were agglutinated by the serum from others' individuals. في بداية القرن العشرين لاحظ هذا العالم الكارل لاندستينر ظاهرة أنه عندما يتم عملية نقل الدم بعض الأشخاص يموتون مباشرة نتيجة لحدوث عملية أجلوتينيشن، تكتل أو تلازن أو تجمع لكريات الدم الحمراء في الأوعية الدموية، بذلك يؤدي إلى تجلط تلك الأوعية الدموية ويموت الشخص بشكل مباشر، في حين بعض عمليات نقل الدم بتحدث بدون أي رياكشن. فحاول هذا الباحث أو هذا العالم أن يشوف سبب هذه الظاهرة أو هذه الظاهرة. فأثناء دراسته على البلاد لاحظ أن وجود نوع من أنواع البروتينات، طبعا هي أو نوع من أنواع الأنتيجينات، موجودة على سطح كريات الدم الحمراء. فلاحظ هذا العالم أنه وجود نوع من الأنتيجينات أو مسددات موجودة على سطح كريات الدم الحمراء لبعض الانديفيدوالز الأشخاص أطلق عليه اسم الأنتيجين أي أو أي أنتيجين. لذلك الأشخاص الذين يحملون هذا النوع من المستضد أو الأنتيجين على سطح كريات الدم الحمراء هم أصحاب فصيلة الدم الأي. في حين لاحظ أن هناك نوع آخر من المستضدات أثر إنديفيدوالز أو أشخاص آخرين سطح كريات الدم الحمراء تبع هذول الأشخاص يحتوي على نوع آخر من المستضدات أو الأنتيجينات موجودة على سطح كريات الدم الحمراء، وهذا النوع من المستضد أو الأنتيجين يطلق عليه اسم البي أنتيجين. أوكي، لذلك الأشخاص الذين يحملون هذا النوع من المستضد أو الأنتيجين هم أصحاب فصيلة الدم البي. أوكي، لاحظ أيضا هذا العالم أنه الار بي سيس يعني تبع الأذرس إنديفيدوالز أو أشخاص آخرين يكون لاكد، يعني شنو لاكد؟ يعني خالية من ذي البروبرتيز الأي أند البي أنتيجين. الار بي سيس تبع أذرس إنديفيدوالز يكون فاقد، لا يحتوي لا على أي أنتيجين ولا على بي أنتيجين على سطح كريات الدم الحمراء، فأطلق عليهم اسم الأو بلاد جروف أو فصيلة الدم الأو. يكون كريات الدم الحمراء تبعهم خالية، لا تحتوي على أي مستضد أو على أي أنتيجين، لا أي ولا بي. The following years بعد عدة سنوات لاحظ هذا العالم وجود نوع رابع من أنواع فصائل الدم، وهو الـ AB blood group، فصيلة الدم الـ AB، حيث لاحظ الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة الـ RBCs تبع هؤلاء الأشخاص يكون يحتوي على both الـ A and الـ B أنتيجين على سطح كريات الدم الحمراء، تحتوي على both نوعين من الأنتيجينات أو نوعين من المستضدات، هي الـ A and الـ B، لذلك هم أصحاب فصيلة الدم الـ AB. لذلك هذا الباحث وجد أول نوع من أنواع فصائل الدم أو أول سيستم من أنظمة فصائل الدم سموه الـ ABO Blood Group System، أول ما اكتشف نظام فصائل الدم. النظام الثاني the second، النظام الثاني من أنظمة فصائل الدم هو يطلق عليه اسم الـ RH System أو نظام العامل الرئيسي. طبعا اكتشف هذا السيستم أو هذا النظام في نوع من أنواع القرود سموها بالريسس مونكيز أو قرود الريسس. شافوا هذول الباحثين انه الار بي سي تبع يعني هذه القرود يحتوي على نوع اخر من المستضدات او الانتيجينات موجوده على سطح كريات الدم الحمراء تختلف عن الاي ان البي انتيجين، سموها بالانتيجينز دي، يا انتيجينز دي. سو نكتشف هذا الانتيجين، هو اكتشف النظام الثاني من انظمه فصائل الدم هو الار اتش سيستم او نظام العامل الرئيسي، فسمي بالار اتش سيستم او الار اتش هو مختصر لكلمه الريسس مونكيز او قرود الريسس، هي مكان اكتشاف هذا المستضد او هذا الانتيجين. سو بعد اكتشاف هذا النوع من انظمه فصائل الدم قسموا البشر بصوره عامه الى نوعين، هم الار اتش بوزيتيف اند ار اتش نيجاتيف. 85% من البشر هم الـ RH positive، يعني يمتلكون العامل الرئيسي، يمتلكون الأنتيجين دي على سطح كريات الدم الحمراء، في حين تقريبا 15% من البشر أو individuals هم الـ RH negative، يعني لا يحمل سطح كريات الدم الحمراء تبعهم على الأنتيجين دي أو هذا النوع من المستضد، أي فاقدين للعامل الرئيسي. هذا طلاب في التيابل شو يوضح لي؟ يوضح لي البلود جروب فصيلة الدم، الانتيجينات موجودة على سطح كريات الدم الحمراء في حين الانتيبوديز وين موجودة؟ ان سيرم. الاشخاص الفصيلة الدم هم اي، يعني يحملون الاي انتيجين على سطح كريات الدم الحمراء في حين يحتوون ويملكون الانتي بي في السيرم. اوكي، بينما الفصيلة الدم هم بي، هم الذين يملكون الانتيجينات البي على سطح كريات الدم الحمراء ومستضدات البي في حين يحتوي على انتي اي في السيرم.
في حين أشخاص الفصيلة لديهم الأي بي، أوكي، هم الذي يحملون على بوث الأي آن البي، أو الأي آن البي أنتيجين مصددات الأي أو مصددات البي على سطح كرة الدم الحمراء، في حين لا يحتوي على أي أنتيبوديز في السيرام. في حين أصحاب فصيلة الدم الأو هم الذي لا يملكون أي أنتيجينز على سطح كرة الدم الحمراء، تكون لاقت فاقدة، في حين يحتوي على أنتي أي آن أنتي بي في السيرام. مختبرنا هذا اليوم حناخذ بلاد جروب تيست، اختبار فصائل الدم. نعتمد هذا الاختبار على التحري على الأنتيجينات الموجودة على سطح كريات الدم الحمراء. اوكي، هناك طريقه اخرى او طريقه ثانيه اقدر اتحرم من عندها عن البلد جروب يسمونه تي اس او اختبار فصيله الدم، من خلال التحري على الانتي بوديز الموجوده في السيرام. مثلا اذا عندي اني بيشنت اوريدي سافه من عنده بلد وعندي سيرام، اقدر استخدم الاختبارات السيرولوجيه، اختبار انزيمات، هرمونات، اوكي، فاقدر اتحري من الانتي بوديز الموجوده بالسيرام والتحري عنها بوجود انديكيتورات معينه. من اتحري على هاي الانتي بودي الموجوده بالسيرام او نوع الانتي بودي الموجود بالسيرام، اقدر اعرف فصيله الدم للشخص. مثلا إذا تحريت ووجدت الأنتي بي في السيرام، فرصة أعرف أن شخص فصيلة الدم أي، صحيح؟ إذا وجدت أنتي أي في السيرام أو أنتي بوديز الأي في السيرام، فأعرف مباشرة أن شخص فصيلة الدم بي. إذا لا وجد أي أنتي بوديات في السيرام، فأعرف رأس شخص فصيلة الدم أي بي. إذا وجدت الأي أنتي بوديز أي عند الأنتي بوديز بي، فأعرف مباشرة أن شخص فصيلة الدم أو، اوكي. لكن نعرف ان الطريقه الشائعه والمعروفه راح ناخذها يعني ندرسها بهذا مختبرنا هو التحري عن الانتيجينات الموجوده على سطح كريات الدم الحمراء لمعرفه نوع البلد جروب فصيله الدم. طلاب، اهميه معرفه فصائل الدم هو جدا مهمه. من عندها انها اهميه اعرف المن جيفرز اند ريسيفرز، المن اقدر انطي ومن اقدر استلم الدم. هذا طلاب جدا مهم، لازم اعرف هاي الفقره. اوكي، مثلا شخص فصيله دم اي بيشنت، شخص فصيله دم اي، فايش توقعوا الامن يقدر ينطي؟ يقدر ينطي لفصيله دم الاي، وايضا يقدر ينطي المن ينطي للاي بي. ليش يعطي للاي بي؟ لانه يحتوون اثنيناتهم فصائل الدم على نوع نفس الانتيجين، هو انتيجين الاي على سطح كريات الدم الحمراء، فما يعتبر جسم غريب، يقدر فصيله الدم الاي بي يستقبل الدم من الاي بدون اي رياكشنز. في حين فصيله الدم الاي مين يقدر ياخذ من نفس فصيلته هو الاي، يقدر ياخذ من الاو. اوكي، كذلك طلع فصيلة دم بي يقدر من ينطي للبي، وينطي المن ينطي للاي بي. اوكي، ما اكو اي مشكله. في حين يقدر من يستلم من الاو ومن البي. اوكي، في حين الاو مثل ما تعرفون طلاب هذول هذا اصحاب فصيلة دم الاو اسميهم بالدونرز، او يشيرون لهم باليونيفرسالز دونرز او الواهب العام. ليش الفصيلة دم الاو اقدر اعتبره واهب العام؟ يقدر ينطي لجميع الفصائل بدون اي مشكله او بدون اي رياكشنز تفاعل او بدون بتكوين اي مشكله. Because in an emergency their results can be transfused to people who have any blood type. يعني اصحاب فصيلة دم الاو يقدر ينطون في حاله الامرجنسي وحاله طارئه، اذا شخص ملك من نفس فصيلته يقدر يستلم فصيله دم الاو، لان لا يحتوي فصيله دم الاو قلنا على اي انتيجينات على سطح كريات الدم الحمراء. فعندما ينقل الدم اي فصيله دم يستقبله بدون اي رياكشنز ولا تفاعل، ماكو اي جسم غريب حتى الجسم المستلم يسوي ضده اي رياكشنز او تكوين انتي بودي، يعني ماكو اي جسم غريب يدخل الجسم، فيكون بامان فصيله دم الاو تقدر يستلموها جميع فصائل الدم. اوكي، ها طلاب في العنيه ماتين في تشارت وضح لي هماتين الدونر اند ريسيفر. طب معرفه فصائل الدم جدا مهمه، وكذلك معرفه العامل الرئيسي ايضا طلاب جدا مهم، مو بس اعرف فصيله الدم. مثلا احنا قلنا اصحاب فصيله الدم الاو هو يونيفرسال دونر او الواهب العام، لكن طلاب مو كل اي او، الاو نيجاتيف، يعني او نيجاتيف يعني الاو الفاقد العامل الرئيسي، ما يحتوي على العامل الرئيسي، ما يحتوي على انتيجينات الدي، هو الذي يعطي لجميع الفصائل. شفتوا؟ بما أن تكون لك فاقد العامل الرئيسي، فيكون بشكل سيفتي يقدر يعطي لجميع الفصائل سواء البوزيتيف أو النيجاتيف، بينما الأول بوزيتيف يقدر يعطي للبوزيتيف فقط، باعوا ينطي للأي بي بوزيتيف، ينطي للأي بوزيتيف، ينطي للبي بوزيتيف، وينطي للأو بوزيتيف. أوكي، وكذلك طلع فصيلة الدم الأي بي، إحنا مو نعرف فصيلة الدم الأي بي هي مستلم العام، يقدر يستلم من جميع الفصائل، لكن مو كل أي بي، وقت الأي بي البوزيتيف هو يستلم من جميع الفصائل، لأن هو بوزيتيف إذا استلم من نيجاتيف ماكو إشكال، وإذا استلم من بوزيتيف أيضا ماكو إشكال، هو عنده العامل الرئيسي، خلوها ببالكم. وكذلك فصيلة الدم والبي والأي نفس الشيء، يعني طلاب فصيلة الدم أو الأصحاب فصيلة الدم النيجاتيف أو سالب العامل الرئيسي ما يحتوي العامل الرئيسي، يقدر ينطون للبوزيتيف، يقدر ينطون للنيجاتيف، ماكو إشكال، لكن البوزيتيف يعطي للبوزيتيف فقط، لأن إذا هو بوزيتيف أعطى للنيجاتيف حتكون أنتي بوديز ضدها وحسب لي مشاكل وأجلوتينيشن وتجلط بالأوعية الدموية وهالمشاكل. ف
فهذا عندنا طلاب نافد ديزيز او مرض اسمه الهيمولايتك ديزيز جون اوف ذا نيو بورن، عمليه تحلل او تكسر كريه الدم الحمراء في اطفال حديثي الولاده، المختصر تبعها الاتش دي ان. هبن وين الار اتش نيجاتيف فيمالز ماري، المفروض هاي ماري يعني تزوج من ار اتش بوزيتيف ميال. هنا طلاب هذا المرض الهيمولايتك ديزيز يحدث في اطفال حديثي الولاده، لازم نركز به بالنسبه للاشخاص المتزوجين قريبا، فلازم قبل حدوث عمليه التزاوج لازم الشخص يعرف فصيله دمه او الازواج يعرفون فصيله دمهم سواء قبل عمليه الزواج او بدايه الزواج قبل انجاب الاطفال. يحدث هذا المرض جدا خطير او جدا مهم اذا تزوجت الام هي الار اتش نيجاتيف من اب الار اتش بوزيتيف. طبعا طلاب اذا كانت الام ار اتش نيجاتيف والاب ار اتش نيجاتيف ماكو اشكال، واذا كانت الام الار اتش بوزيتيف والاب ار اتش بوزيتيف ايضا ماكو اي اشكال. اذا كانت الام هي الار اتش بوزيتيف والاب هو ار اتش نيجاتيف ماكو اي اشكال، لكن يحدث هاي الحاله المرضيه جدا مهمه في حال اذا كانت الام هي سالبه العامل الرئيسي وكان الاب هو بوزيتيف العامل الرئيسي، يعني يمتلك العامل الرئيسي والام تكون فاقده العامل الرئيسي. There is 50% chance of the producing the Rh positive fetus. هناك نسبة 50% جنين الناتج يكون Rh تبعه positive إذا كان الأب يحمل الجينوتايب أو الطراز الجيني Rh positive Rh negative. في حين هناك نسبة 100% chance of producing Rh positive fetus. 100% جنين الناتج من عملية التزاوج حيكون Rh positive إذا كان الأب يحمل الجينوتايب أو الطراز الجيني Rh positive Rh positive. اوكي سو اذا كان الاب سواء كان الاب العامل الجيني ار اتش بوزيتيف او ار اتش نيجاتيف او كان ار اتش بوزيتيف ار اتش بوزيتيف، فان الجنين الناتج من عمليه التزاوج هو ار اتش بوزيتيف، اخذ هذه الصفه من الاب. ليش طلاب احنا مو قلنا لكم قلت لكم الار اتش بوزيتيف هي الاكثريه 85% من البشر هم ار اتش بوزيتيف يمتلكون عامل رئيسي، فيعتبر الار اتش بوزيتيف هي الصفه السائده، في حين 15% من البشر هم الار اتش نيجاتيف فاقدين العامل الرئيسي، لذلك يعتبر الار اتش نيجاتيف هي الصفه المتنحيه. فجنين بكل الاحوال حيكون يحمل الار اتش بوزيتيف او اخذ الار اتش بوزيتيف من الاب. سو ايش راح يحدث هنا خلال عمليه الحمل؟ خلال كل عمليه البرجننسي عمليه الحمل كلها ماكو اي مشكله، لكن وين تحدث مشكله؟ ات بيرث عند الولاده. عند الولاده طلاب مثل ما تعرفون وتمزق حدث هناك تمزق بمشيمه ويحدث هناك بعض الجروح اثناء عمليه الولاده، فلابد ان يحدث انتقال لكميه او اتاتشمنت بين دم الطفل ودم الام. فعندما تعد هاي عمليه الولاده قلت لكم ايش راح يصير؟ ايش راح يعبر؟ نتيجة لحدوث تمزق المشيمة أو حدوث بعد الجروح أثناء عملية الولادة راح ينتقل number of fetus RBCs that carry the antigens D. أوكي إذا الطفل إذا كمية من دم الطفل دم الطفل شو يحمل أنتيجينات الدي أو يحمل ليش أنتيجينات الدي؟ لأن الRH تبعه بوزيتيف ماشي؟ will enter the mother circulations and stimulate her immune system to produce antibodies called antibody D. أوكي إذن كمية من دم الطفل راح تعبر إلى الأم عن طريق السيركوليشن سيستم، ودم الطفل شو يحمل الأنتيجينات الدي، أوكي؟ إذن عبر للأم، الأم إيش راح تسوي مباشرة حتكون؟ حتكون أنتيبودي ضد دم الطفل، ليش؟ لأن الأم الآر إتش نيجاتيف لا تحتوي على العامل الرئيسي، مو صحيح؟ مباشرة هاي الأنتيبودي اللي تكونت بجسم الأم راح مباشرة راح تعبر للبلاسنتا أو بلاسنتا البارير حاجز المشيمة الدموية، لأن تكون صغيرة الأنتيبوديز تقدر تعبر حاجز المشيمة الدموية. وتعبر مباشرة وين تروح؟ تروح إلى الفيتال بلاد تنتقل إلى جسم الطفل. أوكي فالطفل هو شنو اللي يحتوي على أنتيجين الدي؟ جاه الأنتيبودي الدي من الأم فسبب لي هيمور، شو حيسبب لي؟ حيسبب لي كلوتينج آن الهيمولاسس أوف ذا فيتس أر بي سيس، تحلل وتكسر كريات الدم الحمراء في الطفل. لكن بما أن هاي العملية انتقال الدم من الطفل الى الام وتكوين الانتيبوديز بالمرحله الاولى او نقول لكم بالطفل الاول حتكون عمليه سليمه، وهاي الحاله تكون سليمه على الطفل ما سبب لي اي يعني اي خطوره على الطفل في حاله اذا كان هذا الطفل الاول. ليش؟ لان الانتيبوديز اللي تكونت في جسم الام اللي انتقلت الى الطفل حتكون هنا الليفل تبعها قليل او المستوى مالتها قليل، كميتها قليله، فعندما تعبر الحاجز البلاسنتا وتروح للطفل حتسبب الهيمولايسس تحلل وتكسر كريات الدم الحمراء تبع الطفل، لكن بالنسبه كلش قليل.
قليلة، فيقدر ينولد الطفل في شكل سليم ما عنده أي مشكلة، مع أن يعبر الطفل الأول أو ولادة الطفل الأول بشكل سليم. لكن طلاب إذا كانت الأم ما شيكت الـ RH تبعها وما شيكت فصيلة الدم وما شيكت ويا الطبيب وقرروا هذول الأزواج أن يولدون أو ينجبون طفل ثاني، فناح مشكلة. إذا المشكلة وين حصير؟ عندما increase in the continuous pregnancy، تزداد هالحالة في استمرار الحمل. أثناء عملية استمرار الحمل حصير هذه المشكلة أو تزداد هاي الخطورة. شلون؟ همتين إذا أم قرروا أو الأزواج قرروا ينجبون طفل ثاني، همتين عملية البرنسي حتكون بشكل كلها سيفتي أو سليمة، هم تحدث وين عملية الخطورة؟ عند أثناء عملية الولادة. أيضا نفس الشيء، حيتم اختلاط أو انتقال كمية من دم الطفل إلى داخل الأم، أوكي؟ فأوردي الأم هي شو سوي؟ إيش بيها الأم من الطفل الأول؟ عندها الأنتيبوديات مخزونة بالمورمري تبع الإميون سيستم أو الجهاز المناعي تبع الأم، مصحيح من الطفل الأول. فدخل كمية من دم الطفل إلى داخل الأم هي أوردي مخزونة بالمورمري الأنتيبوديات، ودخل لها دم الطفل الذي يحتوي على أنتيجينات دي اللي اعتبرتها أيضا جسم غريب، مباشرة الجهاز المناعي حيكون كمية كبيرة من الأنتيبوديات. هذه الأنتيبوديات تنتقل من دم الأم إلى الطفل عن طريق البلاسنتا وتنتقل ليفل عالي من الأنتيبودي إلى الطفل. فهذا الكمية العالية من الأنتيبوديات انتقلت إلى الطفل والطفل عنده أنتيجين، حينولد الطفل يحتوي على سيفير أنيميا، يعني ولد الطفل يعني يحتوي على سيفير أنيميا، أنيميا شديدة يحتاج إلى عملية تبديل الدم بشكل مباشر إذا ولد الطفل، يعني لحقوا عليه أو انولد الطفل. أو في كثير من الأحيان ينولد الطفل ويحتوي على كثير من الإجهاد الذهنية أو البدنية نتيجة إلى انتقال هذا الدم الأنتيبوديات من الأم إلى الطفل، وعملية تحلل الهيمولاسي وتكسر كل الدم الحمراء تبع الطفل يسبب له عدم انتقال الدم بشكل طبيعي إلى كل أعضاء الجسم وإلى الدماغ، لأن صار هيمولاسيس يعني تحلل بالأوعية الدموية وتكسر وتجلص بالأوعية الدموية، فما ينتقل الدم بشكل سليم إلى كل أعضاء الجسم، فينولد الطفل قد يحتوي على كثير من العاهات البدنية أو الذهنية، أو قد ينولد الطفل مباشرة وهو ميت، يعني يصير أبورشن قبل حدوث عملية الولادة. هاي في كثير من الحالات الخطرة، وتزداد هذه العملية وتتكرر هذه العملية باستمرار عمليات الحمل. الحل اللي حيتخذوه بعد ولادة الطفل الأول مباشرة، أوكي؟ لازم الأم immediately مباشرة after birth her first child RH positive، لازم الأم بعد ولادتها للطفل الأول مباشرة تأخذ نوع من أنواع الدراج. هذا الدراج عبارة عن injection، لقاح اسمه RHOGAM. هذا الانجكشن او هذا اللقاح يؤخذ مباشره بعد 72 ساعه من ولاده الطفل الاول، اوكي؟ ليش؟ شنو هذا اللقاح؟ هذا اللقاح هو عباره طلاب، هذا اللقاح اللي اخذته الام بعد 72 ساعه من ولادتها للطفل الاول هو عباره عن RH positive gamma globin او انتيبوديز RH، هي انتيبوديز RH صناعيا انطوها للام. هذه الانتيبوديات الصناعيه الخارج اللي تكونت خارج جسم الام انطوها للام عن طريق الانجكشن، شنو وظيفتها؟ واو، سوف destroy the fetus RBCs that enter the mother blood before her immune system is activated. هي أنتيبوديات الطهية شنو وظيفتها؟ راح تحطم كل كريات الدم الحمراء تبع الطفل اللي دخلت من الأم عن الطفل إلى الأم، راح تحطمها قبل يتحفز جهاز المناعي تبع الأم لتكوين الأنتيبوديز، وبالتالي حينخزن بالمموري وحينفرز بكمية عالية في الطفل الثاني، أوكي؟ So she can become pregnant with another RH positive child without any dangers. يعني تقدر تولد تحمل بالطفل الثاني أو الطفل الثالث هو already حيكون RH positive بدون أي خطر. ليش؟ من already تحطمت RBCs تبع الطفل من الأنتيبوديز الصناعية للطهية للأم، وبالتالي من قبل يتحفز جهاز المناعي تبع الأم لتكوين الأنتيبودي منخزن في الميموري، لذلك عند ولادة الطفل الثاني حيتعامل مع جهاز المناعي كأنما طفل الأول، أوكي؟ ماشي يعني طلاب، عرفنا شو أهمية هذا الإنجكشن وأهمية معرفة يسمونه العامل الرئيسي بالنسبة للأشخاص المتزوجين حديثا، أوكي؟ هسه حننتقل إلى بلود جروب تيست، هذا الاختبار لمعرفة فصيلة الدم. البرنسبل مبدا مالته ذا برنسبل از بيست اون الانتيجينز انتيبودي رياكشنز اند شو الاجلوتينيشن. اساس هذا الاختبار لمعرفه فصيله الدم وتفاعل الانتيجينات مع الانتيبودي وملاحظه عمليه الاجلوتينيشنز. اذا الاجلوتينيشنز هو الانديكيتر لمعرفه فصيله الدم. بس راح ندرس هسه، بس يعني اعطيكم يعني فد يعني نقرا شويه عن المواد اللي نحتاجها بهذا الاختبار. انا اوريدي حنزل لكم فيديو تعريفي لشلون تجون البلد جروب تيست فصيله الدم. نحتاج ابداي على بلد جروب بليت، لا يعني بليته خاصه لفحص البلد جروب. اذا ما عندي استخدم مايكروسكوب سلايد الابيض اعتيادي عادي، اما بليته خاصه او مايكروسكوب سلايد عادي هذا الابيض.
احتاج الى انتي اي انتي بي اند انتي دي. احتاج الانتي بوديات هي عباره عن سوليوشنات صناعيه محضره موجوده بثلاث الوان، الازرق والسمونه والاصفر اند الابيض. يحتاج اضافه الى الاسترر، هذا المحرك عمود امزج قطره الدم مع الانتي بوديات اللي ضفتها فوق قطره الدم. امشي طلاب السبيكمنس العينه راح اخذها لمعرفه او لاختبار فصيله الدم، هو عباره عن كابيلاري بلاد، دم ماخوذ من طرف الاصبع بعد تعقيمه واخذ بغزه باللانسيت، او اذا عندي دم او عندي دم محطوط، لكن هذا الدم يكون شرط يكون محطوط بالاي دي تي اي تيوب او انتي كوجولنت بلاد. اذا عندي دم اوريدي انا سحبته المريض وحاطته بالانتي كوجولنت تيوب، فاقدر استخدمه هذا الدم يعني لاختبار فصيله الدم، مجرد اخذ من عنده فقط 3 قطرات واحطها على السلايد. او اذا ما عندي هذا الانتي كوجولنت بلاد، اقدر استخدم البلاد اخذه اني من طرف الاصبع. بالنسبه لطريقه العمل راح راح اشرح لكم هذا، اركز على هذه النقاط اللي هي جدا مهمه. بالنسبة لكم لطريقة العمل حنجز لكم فيديو يوضح لي شلون تجرون اختبار فصيلة الدم. اوكي، هسه الاختبار اساس طلاب اخذ 3 قطرات من الدم احطها على السلايد الاعتيادي، لكن هذه 3 قطرات لازم انتبه تكون متباعدة، ما تصير بيناتهم اتاتشمنت. انتبه، على القطرة الأولى احط الانتي بودي اي، على القطرة الثانية احط الانتي بودي بي، وعلى القطرة الثالثة احط الانتي بودي دي. هاي سوليوشنات تكون صناعية خارجية. اوكي، هذا قطرة الدم الان حطيتها ايش تعتبر؟ تعتبر انتيجينز. ليش؟ لان هو دم، ودم ايش يحتوي؟ ار بي سي. هو الدم شنو عباره عن ار بي سي؟ يحتوي على سطح شنو؟ يحتوي على سطح الانتيجينات. اوكي، والسوليوشن انا حطيته هو الانتي بوديز حتى يصير انتيجينز انتي بودي ريأكشنز. وبعد عمليه الحرك بالاسترار او بالعوده، طبعا هذه العوده تختلف من قطره لقطره ثانيه، مو نفس العوده استخدمها بالمزج لثلاث قطرات، كل قطره لها عوده تختلف. فلو الاحظ بعد فتره قليله او بعد ثواني راح الاحظ عمليه الاجلوتينيشنز. اذا حدث الاجلوتينيشن حدث بالفرست دروب او بالقطره الاولى، راسا مباشره راح اعرف ان فصيله الدم هي اي. اذا حدث الاجلوتينيشنز بالسكند دروب او بالقطره الثانيه، راح اعرف ان الشخص فصيله دمه بي. ليش؟ لان انا شلون عرفت؟ انا حاطه انتي بودي للبي وصار عندي اجلوتينيشن، انا اعرف عندي انتيجين البي، اذا الشخص فصيله دمه بي. اذا شفت اجلوتينيشن حدث بالبوث دروبس بالقطرتين الاولى والثانيه، مباشره اعرف ان الشخص فصيله دمه اي بي. اذا نو اجلوتينيشن، ما حصل اي اجلوتينيشن لا بالقطرتين، لا بالقطر الاولى ولا بالقطر الثانيه، اثنيناتهم نو اجلوتينيشن، فاعرف ان الشخص فصيله دمه او، يعني ماكو اي انتيجينات على سطح كريات الدم الحمراء. بالنسبه للقطره الثالثه هي لها علاقه بالعامل الرئيسي، ان قطره الدم انا حطيت فوقها انتي بودي دي. وشو اذا حدث اجلوتينيشن؟ مباشره اعرف ان الشخص هو الار اتش تبعه بوزيتيف. اذا نو اجلوتينيشن، ما صار اي اجلوتينيشن، اعرف مباشره ان الشخص الار اتش تبعه هو سالب العامل الرئيسي وفاقد الانتيجينات الدي على سطح كريات الدم الحمراء. اوكي طلاب، سننتقل للقسم الثاني من مختبرنا لهذا اليوم، هو ميجرمنت اوف بلاد بريشر، يعني طريقه قياس ضغط الدم. هذا في تعريف بسيط عن blood pressure، is pressure going off the blood against the wall going off the artery. إذا الضغط الذي يسلطه الدم ضد جدران الشرايين والأوعية الدموية. The blood pressure result from two forces. إذا قوتي الأساسيتين راح تأثر لي على blood pressure. One is created by the heart as it pumps blood into the artery and through the circulatory system. The other is the force of the arteries as they resist the blood flow. إذن قوتين أساسيتين حتأثر الطلاب على blood pressure. القوة الأولية تمثل قوة ضخ الدم، قوة ضخ الدم من القلب باتجاه جدران الأرتري. القوة الثانية تمثل قوة resistance، مقاومة جدران هذا الأرتري للدم المضخوخ أو المنساب من القلب، مثل فعل أو رد فعل. لازم تكون عضلات الموجودة في القلب تعمل بشكل تناسق مع العضلات أو المصاص الموجودة في جدران هذا الأرتري، مثل قلنا فعل أو رد فعل. لا حدوث أي خلل في أي واحدة من هذه المصاص أو العضلات هيأثر لي على بلاد، وبالتالي هيأثر لي على بلاد بريشر، صحيح؟ وعلى ضغط الدم. عم طلاب blood pressure again is always given as two number. عم تقيس blood pressure أو ضغط الدم حيعتمد على رقمين أو قوتين أساسيتين، أو قلت two number، ضغط العالي وضغط الواطي. إذا اعتمد على two numbers، هو systolic pressure أو ضغط الانقباضي. when the heart beat، عندما يكون القلب في حالة beat حيولد لي ضغط أسميه systolic pressure أو ضغط الانقباضي. and diastolic pressure الضغط الانبساطي، هاش وقت
يتكون when the heart relax، عندما يكون القلب في حالة relaxation مع ما بين ضربة وضربة، حيكون الضغط اللي يولدها القلب هو يمثل a diastolic pressure أو الضغط الانبساطي. أوكي طلاب، عندما القلب يضخ الدم يكون القلب في حالة يكون contraction أو في حالة يكون تقلص، والقلب درجة يضخ كمية كبيرة يكون من الدم، يكون القلب في حالة pit، فإن كمية كبيرة من الدم راح تنضخ من القلب وين حتصلت على جدران الأرتري، شرايين أو الأوعية الدموية، لذلك تحتاج هذه الشرايين الأوعية الدموية أن تتمدد حتى تستقبل هاي الكمية الكبيرة من البلد المصاب من القلب. سو لذلك الضغط اللي يصلته الدم داخل الأوعية الدمية أو الشرايين في هذه الحالة شو اسميه؟ بالسيستوليك برجر. في حين يكون القلب في حالة ريلاكسيشن أو في حالة ريلاكس ما بين ضربة وضربة، فإن كمية قليلة من الدم راح تنساب من القلب إلى الأرتريز، وبالتالي الأرتري ما تحتاج إلى أن تكون تتمدد، لا إذا حترجع الأرتري ترجع إلى وضعها الطبيعي. لذلك الدم الذي أو ضغط الدم الذي تسلطه داخل هذه الأرتري الشرايين الأوعية الدموية بهالحالة شو اسميه؟ بالدايستوليك برجر وهو ضغط انبساطي. ماشي يعني طلاب؟ فعم أوصف ضغط الدم هناك يعني بثلاث يعني مصطلحات. أقول أولا على نورمال بلاد بريشر، ضغط دم طبيعي، البلاد بريشر ريدنج بلو 120 على 80. إذا كان ضغط الدم اللي قريته أني بجهاز قياس ضغط الدم 120 طلع لي على 80 أو أقل من عنده بقليل، فأقدر أعتبره نورمال، ضغط دم طبيعي. أوكي 120 على 8، وبعض الحين يكتبون 12 على 8 يعني يلغون الأصفار ماكو مشكلة، إذا هذه النسبة وأقل من عندها تعتبر نورمال بلاد بريشر أو ضغط دم طبيعي. هاي بلاد بريشر ضغط دم عالي، بلاد بريشر إذا قرالي تقريبا 140 على 90، 140 على 90 أو حتى هاير أو أعلى من عنده، فرصا أعرف إن الشخص يمتلك هاي بلاد بريشر وضغط دم عالي، أو أطلق عليه مصطلح الهايبرتينشن يعني ضغط دم عنده عالي. في حين لو بلاد بريشر ضغط دم واطي، إذا كان الدم قرالي أقل لو أقل سمونه من 120 على 80 يعني 120 على 80 أو أقل من 120 على 80 بكثير يعني نازل جدا، فأقدر مباشرة أقول لشخص عندك لو بلاد بريشر أو أسميه بالهايبوتينشن يعني ضغط دم واطي، خلوها ببالكم. ماشي طبعا طلاب، هذه العوامل أيضا تأثر يعني بالجنس يعني هو ذكر الأنثى، وتأثر أيضاً كذلك بالعمر، العمر هذا يتأثر على يعني كل رينج، طبعاً أكو رينجات، فكل رينج طبعاً اللي يتأثر بالعمر بالجنس هم يتأثر على البلاد بريشر سواء كان نورمال أو هاي أو واطي يعني. إضافة إلى شنو طلاب، العلماء صنفوا هنا أكو تو فاكتورز، فيزيولوجيكال فاكتورز أن الفيزيكال فاكتور، هاي يعني تو فاكتورز تأثر على بلاد بريشر أو على عملية ضغط الدم. أوكي فالفيزيولوجيكال فاكتورز او العوامل الفيزيولوجيه ممكن تاثر على بلاد بريشر هي such as مثل شنو، مثل الدايت او العمليات الحميات الغذائيه الشديده والقاسيه، الاكسرسايز التمارين الشديده، الديزيز او الامراض خاصه الامراض المزمنه، بعض الدراكس الادويه التي تؤخذ على فترات طويله ويعني وبدون انتظام بدون استشاره الطبيب طبعا، والسترس ايضا عند الاوبسايتي او السمنه، ايضا كل هذا تعتبر فيزيولوجيكال فاكتورز تاثر على بلاد بريشر. اوكي بينما الفيزيكال فاكتورز او العوامل الفيزيائيه اللي تاثر على بلاد بريشر هي ثلاثه فاكتورز، ثلاث عوامل هي مثل ما تشوفوها. اول فاكتورز او العوامل هي ريت كن اوف ذا بامبنج يعني معدل البامب الضخ عند السيركوليتوري سيستم، ذس ريت از كولد هارت ريت، ايضا اقدر شو اسميه معدل الهارت معدل القلب. ذا ريت ات ويتش البلاد هو المعدل اللي يكون فيها البلاد اللي هو هذا الفلود او السائل اللي ينساب من القلب، pumped by the heart. اوكي هو المعدل الذي ينساب من عنده هذا السائل او البلاد الدم من القلب. The volume of the blood flow from the heart is called cardiac output. اذا كمية او حجم الدم الذي ينساب او يخرج من القلب اقدر اسميه بالcardiac output، النتاج القلبي او الانتاج القلبي، قد كمية الدم الذي ينتجه القلب. Which is the heart rate, the rate of contraction. أقدر أسميه أيضاً معدل contraction، أي معدل الانقباض عندما يكون القلب في حالة contraction أو في حالة تقلص. عندما يكون القلب في حالة يكون تقلص أو يكون القلب في حالة rate. في كمية الكارديك حينطيني cardiac output، قد كمية النتاج القلبي. وأقدر أعرفه على أن the amount of the blood pumped out from the heart which with each contraction، اذا كميه الدم الذي يخرج او ينساب من القلب عند كل contraction عند كل تقلص او عند كل ضربه، قد كميه الدم الذي ينساب اقدر اسميه وهي مثلي الكارديك اوتبوت.
the higher the heart rate, the higher the arterial pressure. كلما كان المعدل عالي كلما كان يزداد arterial pressure او ضغط الشرياني. ماشي طلاب. الفاكتورز الثانية او اللي هي مثل الريسيستنس المقاومة او معدل المقاومة، معدل الريسيستنس معدل المقاومة. مقاومتين مقاومة جدران الارتريز ضد الدم المساب من القلب. In the circulatory system, this is resistance of the blood vessels. إذا معدل مقاومة الأوعية الدموية ضد الدم المساب من القلب. The higher is resistance, the higher the arterial pressure upstream from the resist to blood flow. إذا هي أثر لي. إذا مع كل ما كان كمية الدم المساب من القلب يكون أعلى، كل ما تمثل لازم resistance مقاومة جدران الشرايين الأوعية الدموية تكون عالية. يعني إذا تكون لازم تكون بشكل يعملون بشكل متناسب أو بشكل متناسق. ثانياً الفيسكوسيتي أو thickness of the fluid لزوجة أو سماكة الدم. مثل ما تعرفون طلاب بعض الأشخاص اللي يستخدمون أدوية مزمنة، يستخدمون يعني يتناولون أدوية مزمنة لفترات طويلة، أو الأشخاص المدخنين لفترات طويلة، يعني الدم تبعهم بكمية من الفيسكوسيتي أو اللزوجة. So can if the blood get thicker، إذا كان الدم فيه سماكة أو لزوجة، the result is an increase in the arterial pressure. ذلك حيسبب لي زيادة بالarterial pressure أو الضغط الشرياني. حيأثر لي هذه السماكة أو اللزوجة على الضغط الشرياني، حيسبب لي ارتفاع الضغط يعني بشكل يعني أعلى من الطبيعي. Measuring your blood pressure، شلون تقيس دمك؟ أوكي. Blood pressure again is measured on the inside of the elbow at the brachial artery, which is the upper arm's mature blood vessels that carry blood away from the heart. إذا أقيس الدم ماتي بالاعتماد على brachial artery أو الشريان العضلي الموجود في الذراع أو في أعلى الذراع، upper arm في أعلى الذراع، هذا الشريان العضلي الذي يحمل الدم أو carry the blood الدم away from the heart، يحمل الدم بعيدا عن القلب إلى بقية أنحاء الجسم. أوكي. نجي على مصطلح هنا اسمه السفيجمو مانوميتر. هذا السفيجمو مانوميتر شنو هو؟ السفيجمو مانوميتر is the device used to measure blood pressure. إذا الجهاز اللي استخدمه لقياس ضغط الدم شو أسمي أطلق عليه مصطلح أو شو أسمي السفيجمو مانوميتر. It consists of من مكونات هذا الجهاز. طبعا طلاب الجهاز راح نستخدمه لقياس blood pressure أو ضغط الدم شو أسميه؟ يسمونه السفيجمو مانوميتر. هو عبارة عن نستخدم النوع الزئبقي. اكو انواع هو الرقمي او ديجيتال يعرفون الالكتروني ابو الشاشة، اكو انواع نحط بالمعصم، اكو انواع نحط بالفينجرز، انواع اخرى لا تكون تكون بشكل سبيسيفيك، ما تكون بشكل دقيق مثل الزئبقي. احنا نعلم الطلاب على قياس ضغط الدم باستخدام الجهاز الزئبقي. اوكي طلاب قياس ضغط الدم ايضا خليها بالكم تقاس بوحدة مليمتر الزئبق، وحدة القياس العالمية. هذا الجهاز طبعا من اريد اقيس ضغط الدم يعني اسوي له من انا اون، ومن اريد اخلص من انا اسوي له اوف عن طريق هذه العتلة. مكونات طلاب هذا الجهاز حمر لكم اياه بهذه الصورة. مين يتكون؟ يتكون من هذه الكف التي تلف حول الارم الذراع او الاب ارم الذراع العلوية على الذراع، وداخلها الاير باج التي تنتفخ بالهواء، متصلة بهذا البالب يعني هذا اللي يسمونه اللي سبب تحكم لي بضخ الهواء داخل الكاف، بالإضافة إلى الفالف هذا الصمام أوكي يتحكم لي في ارتفاع وانخفاض الزئبق، بالإضافة ما ننسى الستيثوسكوب السماعة جدا مهمة التي تنحط مباشرة يعني أسفل الكاف أو بعض الأحيان نحطوه تحت الكاف مباشرة. أوكي حديثكم طلاب هو فيديو يوضح لي شلون تقيسون ضغط الدم باستخدام الجهاز الزئبقي. اوكي حلو، بس اعطيكم انا ما كلها قلت لكم اياها عباره عن مكونات الجهاز، لكن ننتبه على سيسوليك برجر اند دايسوليك برجر. من انا حطيت السماعه وبديت اقيس ضغط الدم شلون اقدر اعرف هذا سيسوليك اقيس ضغط البلاط الدم؟ شلون اعرف هذا سيسوليك وهذا دايسوليك؟ شلون اكتب هذا الرقمين؟ سيسوليك برجر از ذا برجر اوف ذا بلاد فلو وين ذا هارت بيت، عندما يكون القلب في حالة بت أو نبض أو عندما القلب يكون في حالة contraction راح يكون لي systolic pressure. فthe pressure when the first sound is heart، أول صوت راح أسمعه طلاب بالسماعة، هذا الصوت راح أسمعه بالسماعة أول صوت حيمثل لي ال systolic pressure أو الضغط الانقباضي. أوكي بينما diastolic pressure can is the pressure when can is the pressure between heart beat، يعني عندما يكون the pressure when the last sound is heart، عندما يكون القلب ما بين pit أو pit
ضربه وضربه، حيكون القلب ينال في هالحاله، يكون في حاله ريلاكسيشنز، مو صحيح؟ فاخر صوت راح اسمعه انا بالسماعه بعد هذا الصوت يختفي مباشره، هذا اخر صوت راح اسمعه يمثل لي دايستوليك بريشر، الضغط الانبساطي او اسميه بالضغط الواطي. فمباشره وين سمعت اول صوت مثل لي سيستوليك بريشر مباشره اسجله، وين سمعت اخر صوت بعدها صوت اختفي مباشره، طبعا انا حاطه الاستيثوسكوب باذني بالسماعه ودا اسمع بالسماعه، هذه مثل لي الدايستوليك بريشر او الضغط الانبساطي او الضغط الواطي عندما اخر صوت راح اسمعه. ماشي عيني؟ ما شاء الله راح انزل لكم فيديو تعريفي يوضح لي هاي العمليه، يعني عمليه قياس ضغط الدم باستخدام الجهاز الزئبقي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.